تحياتي. يوم أمس كان في أخبار إنه مسعود أوزيل ممكن يروح على فنربخشة التركي إعارة. شو اللي خلى هذا اللاعب اللي كان ب 2014 بأعلى مستوى من الشهرة والإعلام والضغط والرغبة إنه يوصل لاعب كبير؟ شو اللي خلى اللاعب اللي كتبت صحيفة ماركا عنه بصيف 2012 إنه ريال مدريد يخطط لجعله اللاعب التالي اللي بفوز بالكرة الذهبية بعد كريستيانو رونالدو يوصل به الحال إنه أرسنال له سنتين بيحاول يخلص منه ما بيلقى حدا بياخده، يوصل فيه الحال إنه يتم استبعاده من ألمانيا بكل صمت ولا في أي مشكلة، يوصل فيه الحال إنه يروح إعارة على الدوري التركي؟ بصراحة مسألة بسيطة وهي ذهنية بحتة ما إلها علاقة بالرياضة، لمسة أوزيل، جودة أوزيل لا نقاش فيها. اللي حصل مع أوزيل إحباط، اللي حصل مع أوزيل رفع سقف التوقعات. لما رحل من ريال مدريد لأرسنال بدأ أسابيع قوية جدا، تم التركيز عليها، رفع إنه أوف جاي فوز أرسنال بالدوري، وهنا كان في ضغط وكان في رغبة وإنه خلص صار هذا اللاعب اللي بيجيب كرة ذهبية فعلا بس مع أرسنال. ثم صار العكس، انهار أرسنال فريال مدريد طلع وجاب العاشرة، ثم ريال مدريد سيطر على أوروبا. هذا كان عنده إحباط بالأندية، راح جاب كأس العالم 2014 وكان مساهم مهم في كأس العالم 2014. لما جاب كأس العالم 2014 مسعود أوزيل بالمنتخبات خلص مهمته، بالأندية أحبط، فالرجل أساساً كان في نزعة كسل، نزعة خمول، فجاء الإحباط خلى أوزيل اللي بنعرفه. هذا اللي حصل مع أوزيل، سقف توقعات كثير أكبر من قدراته، هو لاعب ممتاز لكن حاولوا يرفعوا سقف التوقعات للاعب خارق، فكانت النتيجة اللي شفناها. بذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب لأنه دائما فيها مقاطع أكثر وأسرع من أي مكان ثاني.